يا احمد لان خلي هيبقى بالك النظام، انا اسف المقاطعه بس خلي بالك انا ما نظام اتكلمش على البطوله، نظام، نظام ماليش دعوه البطوله في بالنظام. نظام البطوله في القسم الثالث انا قويه، لان انت عندك اللي هيصعد الاول هيلعب دوري محترفين بالظبط في كده ده، بالظبط. والتاني هيلعب ممتاز به، ايوه بالظبط والتالت كده هيلعب ترقي، يعني في ثلاث فرق مطلوب ان انت تاخد اول وتاني وتالت من كل مجموعه على فكره. هو لو انت حابب بس بعد ما نخلص ديت هنقول لك النظام ايه، لانه معقد شويه في اللي هو دوري محترفين يا السنه فندم الجايه. هقوله المطور سريع بس بعد ما نخلص الاول. ميدو العطار بتروجيت اسوان يا كابتن اسلام. اسمه ايه؟ ميدو العطار بتروجيت اسوان. محمد نجيب من الجونه الداخليه. رفيق كابو بقى، وما ادراك ما رفيق كابو. وادي دجله الى انبي، الى انبي 18 هدف، ده لعيب بيعمل كل حاجه في الكوره. وانبي دايما مع سيراميكا ونادي اسوان عينهم كويسه في اللعيبه في القسم الثالث. جاست ارسل من السويس لسيراميكا. اسمه ايه؟ لعيب جاستس ارسل. ده منين ده؟ من السويس سيراميكا. كابتن اسلام، الموسم اللي انت كنت فيه في قناه النهار السنه دي قيمه تسويقيه اقتربت من 20 مليون. عارف الموسم اللي اتذاعت المباريات، موسم كنت انت في النهار وانت عملت اللي هو دوري او استوديو تحليل للقسم الثاني، اتباع بقيمه تسويقيه، شوف انت بقى 2017 او 2018 و16 باين، اتباع قيمه تسويقيه الموسم ده عندي انا. انا شايلها عندي، لو انت حبيت اجيبها لك بكره 55 مليون جنيه لعيبه. السنه دي ب 20 مليون، ما وصلوش 20 مليون، ليه؟ المباراه مش مذاع. ودي الفرق. يا استاذ احمد، غير ان الماتشات مش مذاعه، ما اللعيب بيسمع، بس هي المشكله ان الوكلاء والسماسره مش هيجيبوا لعيب ويعملوا عليه هياج او بروموجاندا حواليه ويطلع له في الاخر 100,000 جنيه. هو عايز اللي هو بملايين عشان نسبته تعدي الملايين يا استاذ احمد. يا كابتن رضا، هو حسام باولو اساسا، ونديك مفاجاه، حسام باولو نار 38 سنه، هو كان لعيب كره طايره في نادي طوخ، وبعدين راح منوف، وبعدين راح نادي سكر ابو قرقاص موسم 2010 بدايته بقى، خد هداف مجموعه الصعيد 17 هدف مع سكر ابو قرقاص، ودي كانت بدايه انطلاقه مين؟ حسام باولو. طلع من بعدها ليه؟ لسكر حمدية للشمس، وبعدين ضموا على عبد العال الداخليه، خد هداف الدوري مع الداخليه 17 هدف، وبعدين راح سموحه خد معاه لقب هداف الدوري 20 هدف، والسنه اللي فاتت مع بايونيرز هداف الدوري الممتاز به 17 هدف. ده اللعيب في مصر الوحيد يعتبر اللي خد اربع مرات هداف دوري في 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 ايه؟ في اقسام مختلفه، هو حسام باولو، ولسه بيلعب، واستعان بيه كابتن محمد حليم في القناه عشان يصعد القناه تاني الموسم ده، ولو عمل يبقى هداف ايه؟ زي ما بقوله تاريخي. ادي الدوري الممتاز به، ادي الـ تمام الـ تمام يا استاذ احمد. سريعا بس اتفضل. هنقول للكابتن محمود ابو الدهب دوري المحترفين السنه الجايه، احنا عندنا ثلاث مجموعات يا كابتن محمود. تمام. اللي هم السنه دي هيلعبهم، كل مجموعه 16 فريق. تمام يا كابتن؟ تمام يا كابتن. هياخدوا اول كل مجموعه يبقى ثلاث فرق يصعدوا. وبعدين تاخد انت بقى ده للدوري المحترفين الموسم 23 24، هتاخد من الثاني للخامس اربع فرق في ثلاث مجموعات ب 12 فرقه. وبعدين تاخد الثلاث فرق بتوع المركز السادس السنه دي يصفهم يلعبوا دوري من دور واحد، هيصعد فرقتين يبقى كده 14 نادي. 14 هينزل لك ثلاثة من فوق يبقى 17. انت هترجع للنظام القديم كده بتاع زمان يا كابتن، مجموعة واحدة. ايوه، ما هو دوري المحترفين موسم 23 24 السنة الجاية. بس هتخلي الدوري قوي يا كابتن. ايوه، ما كل الفرق عندها طموح انها تصعد. بص، حدث ولا حرك بقى، هتطلع منتج قوي، هتطلع لعيب قوي، هتطلع مدرب قوي، مش اي مدرب هيشتغل في دوري المحترفين، انت هتدي لعيبه للمنتخبات المختلفه، هتبيع لعيبه للانديه الممتاز، هتسوق لعيبه خارج مصر، الدوري ده كله مكاسب، زائد انك انت اتحاد الكوره عنده سبونسر،
سبونسر خلاص جاهز عشان نصرف على الدوري ده، يعني هم مجهزين. زائد انك انت عندك بنيه تحتيه يا كابتن محمود، الكابتن رضا يعرف الكلام ده، كان من 7-8 سنين ما عندناش بنيه تحتيه، كان كل الملاعب معظمها ملاعب اي كلام، عشان كده كان بيبقى ينتهي الدور الاول واحنا عندنا 20 ماتش. هي المشكله الوحيده اللي هتعملنا كل الملاعب ترتاني الوقت يا زلمه. النهارده عندك بنيه تحتيه ولا اروع اجمل بنيه تحتيه في تاريخ مصر، عندك شبكه اتصالات، عندك طرق، ايه هتعمل دوري محترفين زي ما بيقولوا كامل الاوصاف، لانك عندك كل عناصر النجاح. خلينا نبقى نعمل حلقه استاذ قصاص في وجود الكابتن رضا والكابتن محمود ابو الذهب ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله، لان دوري القسم الثاني والثالث انا غطيته في فتره من الفترات صحفيا وتلفزيونيا واذاعيا في كم كبير يا كابتن رضا. حضرتك كنت وقتها في بهتيم وفي نبرو وكنت بكلم حضرتك وكنت بتقعد تقطع لي في اي رئيس نادي وفي الزرقاء. اما هما بص يفرشوا لك الارض. انا عايز بس اسال الاستاذ احمد سؤال. استاذ احمد. ايوه كابتن. عليك كويس ان انت لسه معانا. شوف انت عديت كام لعيب يلعبوا دوري ممتاز. ده غير بقى كمان يعني انت حضرتك دولت اللي هم كمان ايه يعني اللي انت شفتهم ده في تاني او اللي تم تسويقهم او اللي تم تسويقهم انما انت لو في عين بقى هتجيب قد دولت 10 مرات. مين بقى اللي كان بيجيب كمان. ايوه انت يا كابتن رضا مين كمان شاطر هيثم شعبان، مين كمان معتز البطاوي اللي هو مدير الكرة في بتروجيت، مين كمان شاطر جدا في الناحية ديت يجيب لعيب قوي جدا في الحتة ديت، كابتن علاء نوح، كابتن في 7-8 مدربين في ناس متخصصة صح؟ بالظبط مع هم عينهم عينهم كويسه على اللعيب. لا وملمسين على طول في الدوري فنظره بيتخطف لاي لعيب فبيحط خلي بالك اللي خلى الاتحاد السكندري يروح للقسم الثاني ولاعيبه القسم الثاني امام محمدين، لانه كان ماسك قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. أيوة وكان عضو في لجنه الكره، هو رجع مره ثانيه الناشئين انبي او رئيس قطاع الناشئين في انبي، لكن هو كان صاحب اقتراح انه يروحوا للدوري الممتاز للقسم الثاني. يا استاذ احمد ايوه صح يا استاذ، خلينا نجهز حلقه كده الاسبوع الجاي طبعا مع الكابتن رضا والكابتن ابو الذهب ان شاء الله. الكابتن رضا اصل اخويا وحبيبي وعشره عمري، فبس يكون معايا عشان ايه نشبع منه الحلقه دي بقى ان شاء الله. احنا هنشبع منك انت يا ربنا اعمل لك صينيه حلوه كده عشان تبقى براحتك. غير بس الخروف بتاع الاستاذ اسلام، لا انا عايز صينيه صغيره بس. لا عينينا عينينا يا ابو اشرف يا غالي، احنا كنا عنده بصراحه الحمام ما عندوش ما عندوش مشكله. لا لا ما هو كان بيجيب انا في انتظارك. لا ده جاب مجلس الاداره واللعيبه في عنده في البيت، والله العظيم كل شويه مثلا بال 20-30 حمامه بيخش. القصاص مسيطر على الحمام اللي طاير كله في دمنهور في البحيره في البحيره كله يعني مركز عنده مراسلين نادي دمنهور يا استاذ مراسلين هم اللي بيصطادوا دمنهور. هو العشق عندي عشان كده كنت دايما مع الكابتن رضا عبد العال موجود اول باول، دايما حب دمنهور بيطغى عندنا على اي حاجه. بشكرك يا استاذ اشرف. ابن حضرتك جه على ايدينا. ده انت جبت ربنا يبارك لك. الكابتن رضا استاذ اسلام عمل قصه في حياتي بالنسبه لاشرف، بعدين نتكلموا عليها بقى. بشكرك يا استاذ احمد القصاص طبعا.